الغاية التي تثور للإنسان الذي يواجه تحديات ومصائب في هذه الدنيا قضية الألم والحزن أو الحزن. الألم انفعال طبيعي يمر به الإنسان، وقد يسبب هذا الألم شيئا من الحزن وقد يطول الحزن. السؤال هنا، ما هو الموقف الشرعي من الألم والحزن؟ هذا سؤال نحتاجه حينما تمر بنا المصائب، لا سيما نحتاجه كثيرا أيها الإخوة حينما نشاهد ما يحدث لنا للمسلمين جميعا في غزة، في غزة على وجه العموم، في فلسطين على وجه الخصوص، وما يحدث للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هل نحزن؟ هل يجب علينا أن نحزن؟ هل يجوز لنا أن نحزن؟ أيها الإخوة، لا بد أن نفرق بين الألم وهو الانفعال الطبيعي الذي يحدث للإنسان حينما يشاهد تلك المصائب أو حينما تحدث له مصائب، والحزن الذي هو ربما امتداد للألم أو حالة تصاحب الألم، حالة نفسية تصاحب الألم، بعيدا عن الدخول في تفصيلات التعريف والتفريق بين الألم والحزن. الألم ورد في القرآن الكريم: إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الألم لم يرد لا بدم ولا بمدح في القرآن والسنة كما اطلعنا عليه والله أعلم، لأنه انفعال طبيعي، الإنسان لا يملك أن يدفعه، ولذلك الشريعة لا تدفع هذه الانفعالات الطبيعية التي تحدث للإنسان ما لم يصاحبها شيء مذموم. الحزن لم يرد إلا مذموما في القرآن والسنة. الله جل وعلا يقول مثلا في قصة الهجرة، النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انظر، لا تحزن، بل الله جل وعلا نهى عن الحزن: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله جل وعلا أيضا يقول: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. بل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم نهى أو أمرنا بالاستعادة من الحزن: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. سبحان الله. وقد نص على هذا ابن القيم وغيره أن الحزن لم يرد إلا مذموما. إذن الموقف الشرعي من الحزن أن لا يحزن الإنسان، أقل ما يقال فيه أنه مذموم، بل ربما يقال أن الحزن محرم. سبحان الله، الحزن محرم؟ يرى الإنسان هذه المصائب، هذه الشدائد، ولا يحزن؟ نعم، ولا يحزن، يتألم ولا يحزن. لماذا؟ ما هو السبب؟ أو لنقل، ما هي علة النهي عن الحزن؟ أو ما هو مناط، بتعبير أصولي، ما هو مناط النهي عن الحزن؟ مناط النهي عن الحزن هو معية الله جل وعلا للمؤمن، كون الإنسان مؤمنا أو مسلما، ونحن هنا لا نفرق بين المؤمن والمسلم. مجرد الإيمان أو مجرد الإسلام يجعل الإنسان مع الله جل وعلا، وتصحبه معية الله جل وعلا. طبعا معية الله جل وعلا هي درجات، مع المؤمن قوي الإيمان تختلف عن درجتها مع المؤمن أضعف أو قليل الإيمان، لكن هناك نوع من المعية الإلهية مع كل إنسان مؤمن أو مسلم. ثم المسلم أيها الإخوة سينتهي به الحال في جنات النعيم، حتى لو عوقب على معاصيه سينتهي به الحال في جنات النعيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في حديث مسلم: حينما يأتي الله جل وعلا باثنين، أحدهما مما يستحق النار وأحد والآخر مما يستحق الجنة، الذي يستحق الجنة هذا قد عاش حياة ضنكة لكنه من أهل الجنة، يغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ هذه الغمسة في الجنة تنسيه جميع أنواع البلاء والبؤس. تخيلوا أيها الإخوة أهل غزة وما يمرون به من بلاء وبؤس، غمسة واحدة في الجنة ينسون هذا البلاء وهذا البؤس. بل أيها الإخوة، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل البلاء من أهل الجنة يتمنوا أنهم لو قرضوا في الدنيا بالمقاريض، يعني قصت لحومهم قصا، من ماذا؟ من أجل الصبر على البلاء الذي يجدونه في جنات النعيم. ولذلك كان مناط النهي عن الحزن أن الإنسان المسلم موقن بأنه إذا مات على إيمانه على إسلامه فإنه سيكون من أهل الجنة، فلما يحزن؟ والله جل وعلا أيها الإخوة اختصر ذلك في الآيات التي عقبت على قصة أحد، على غزوة أحد. بعدما هزم المسلمون في غزوة أحد ماذا قال الله جل وعلا؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا. لماذا؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إذن بسبب إيمانكم لا تحزنوا، لا يجوز لكم أن تحزنوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لأبي سفيان: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
إذا مجرد كون أننا سنكون قتلانا في الجنة، أن هؤلاء الذين يستشهدون يقتلون الذين يموتون بالعموم من المسلمين سيكونون في الجنة، فهذا أكبر نعيم لهم. وهذا هذا النعيم بحر تذوب فيه أي آلام من آلام الدنيا، تنتهي تضمحل فيه آلام الدنيا. ولذلك المؤمن أيها الإخوة دائما أقرب إلى الفرح والسرور، طبعا دائما يكون مستبشر منه إلى ماذا؟ إلى ضده. الفرح والسرور يعني ورد في القرآن، الفرح ورد مذموما وورد محمودا، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، محمودا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون، ورد ممدوحا ومذموما. كذلك السرور وينقلب إلى أهله مسرورا. لكن كما قلنا الحزن أو الحزن لم يرد إلا مذموما. لماذا؟ لأن الحزن أيها الإخوة، لأن كما قلنا علة النهي عن الحزن هو معية الله جل وعلا، دخول الجنة هي الإيمان، هي الإيمان أيها الإخوة. أختم بأن الحزن يكبل الإنسان عن التفكير عن العمل الجاد. يعني حينما نشاهد ما يحدث لإخواننا في غزة ونصاب بالحزن والحزن يمتد ليصبح شيء من الاكتئاب، سنكون أمة معطلة، ستكون طاقات الأمة معطلة ولن تفكر في أي شيء إيجابي، ستفقد الأمل. وكما نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهانا عن فقدان الأمل، نهانا عن فقدان الأمل برحمة الله جل وعلا في الآخرة وفي الدنيا، والله جل وعلا وعد أن العاقبة للمتقين. ولذلك فقدان الأمل هذا ضد روح الإسلام، فقدان الأمل ضد روح الإسلام، والحزن والحزن ضد أيضا روح الإسلام. المسلم دائما مستبشر متفائل بما عند الله جل وعلا، ينتظر ما عند الله وإن صاحب ذلك شيء من الألم الفطري الذي يحدث له ولا يستطيع أن يدفعه بسبب ما يحصل له أو ما يشاهده. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستبشار والتفاؤل دائما.